دابا هادي شتي دابا. السلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحه جيده. كي دايرين؟ كي دايرين مع هذا الوباء هذا؟ كيف خاطركم؟ مزيان هانيين؟ الله نطلب الله يزول علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله. المهم بنات، اليوم جيتكم بفيديو جديد. كما كتشوفوا هذه المره مرايات. المهم كما قلت لكم البنات، غتشوفوا اليوم غنديكوري واحد المرايات. اليوم هادو كتشريوهم عند سميتو، عند مزاج كتعطيو العبار اللي بغيتو كيقطعوا لكم. كما كتشوفوا انا ديجا عندي هادي، وعندي هادي عندي هادي الصغيره، عفوا عندي هادي الصغيره، عندي هادي صغيره، وعندي هادي كبيره، وهادي مويون، وهادي صغيره. ممكن ما قلت لكم البنات، غنديكوريهم. عندي هنا الكافيار، راه معروف الكافيار بالطن في الالوان، كيتباع عند مول العقيق وداكشي. هما كما كتشوفوا كيجي فيه جوج الالوان. كما كتشوفوا البنات، هذا هو الكافيار، وما نحاول نقربو لكم. ها هو كنظن انه واضح، ها هو كيكون كيلمع. انا خديت هذا اللون حيت بغيت نديرهم في الصاله، وعندي هذا اللون. نتوما عارفين بان الدري عندي في الصاله في الموكيط وفي المخدات، كاين في الالوان، كاين في الذهبي معاه الكرونه، فيه الالوان بزاف 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 من الخضر، الزرق، كاع الالوان. المهم تقريبا هذه الكميه هذه كنت خديتها بشي 35 درهم على ما اظن. هي الباكيه فيها 100 غرام ب 35 درهم حتى 40 درهم، ومعلقه دايره 10 دراهم، 8 درهم عفوا، المعلقه 8 دراهم المعلقه، وكاين اللي كيبيعوا ب 10 دراهم. المهم حاولوا تقلبوا عليه، راه موجود عند صحاب العقيق والخيوط وداكشي. المهم حاجه اخرى عندي هنا هي هاد البوماد، هادي راه كتباع حتى هما عندهم. هادي كاينه الصغيره ديالها، دايره 10 دراهم على ما اظن، او 260، 13 درهم. وكاين هادي اللي هي مويل، دايره 360، زعما 18 درهم. المهم اللي ما كيفهمش بسميتو يفهم بالدرهم. صافي البنات، غنحتاجو هادي، راه كتباع. خذوا هاد النوعيه هادي، كاين اللي كتكتبو مكتوبه فيها 700، هي اللي كتكون كبيره. وغنحتاجو هاد الرجيلات هادو، ها هما. انا ديجا لصقت هادوك اللي راهما كما كتشوفوا، لصقت هادو، لصقت هاد الرجيلات الصغيره. دابا نتوما غنلصق معكم هاد المويه، تقريبا كتاخد واحد اليومين دي باش تنشف مزيان. يعني كيف تحطوهم، حطوهم في بلاصه اللي تكون ميقيسه لكم لا وليدات صغار لا حتى شي حد. بالنسبه للرجيلات البنات، خذوا على حساب جيبكم وعلى حساب اللون اللي غديروا في البلاطو، يعني في الكافيار. لا الكافيار غيكون ذهبي، ديروا رجيلات في الذهبي. انا المهم لقيت عي هادو وغنديباني بهم وصافي. حتى راه هادو كيتباعوا عند الدروغري ديال البلاكارات، كاين اللي كيكون دايرين هكا على شكل كره، كاين المهم اللي درتي راه غيوقف لك به هاد البلاطو. المهم هادو كنت عام خديتهم بشي 4 دراهم، قال لي ما كيتصداوش، وكاين ماركه اخرى كتصدى، حاولوا تاخذوا اينوكس ما كيتصداوش. المهم انا غنديباني بهادو حيت هادشي اللي لقيت هنايا. المهم كما كتشوفوا البنات، هذه هي الكولا اللي علصقوا بها، كولا سبيسيال. كاينه وحده كدير 10 دراهم زي زوينه، وكاينه هذه ديال 3 دراهم كتباع عند مول الحانوت. المهم كما كتشوفوا انا ديجا كنت ملصقه بواحد الكولا اللي هي ديال السيليكون، ولكن ما خلصقتهم ليا، يعني ما كيتحركوش، وكاين لا زعزعتيهم الا ضربتي بيدك شي ضربه قاصحه كيتحيدوا. المهم غيكونوا عندنا رجلين بحالهم هادو، وغنديروا الكولا. سمحوا لي، مهم. وغنجيو هنا غنكبو عي واحد شويه ديال الكولا بهاد الطريقه هادي، واحد 3 حتى 4 نقاط، وغنحطو الرجل اولا اللي بغينا نحطو عليها بلاتي. المهم البنات كيما كتشوفو حطينا هادي، وغنحطو حتى هادي، حطوهم بحال هكا وخليهم، راه هما كيشدوا الراسو. صافي، ما تحاولوا ما تحركوهمش من هاد البلاصه اللي هما فيها، وتكملوا العمليه مع البلاطويات كاملين الاخرين. المهم البنات كيما شفتوا، غنبداو. انا ديجا راه باديه، غنحاول نوريكم الطريقه كيفاش انكم ديكوريو
يعني الجناب ديال البلاطو، غتاخدوا الكولا ديالكم وغتعصروا بحال هكا، وغتحاولوا ديروا واحد نصف دائره بحال هذه الطريقه هذه، وتمشيو يعني تخدموا بربع بربع في البلاطو، يعني ما تفوتوش بحال هاد بحال الكميه درت انا. صافي غتراسيو بهذيك الطريقه اللي وريتهم، وغتبداو تعمروا لهذوك الوسط، تبداو تعصروا في الكولا بحال تخربشوا باش تعمر لكم ديك البلاصه، باش من ترشوا فيها الكافيار يكون كلشي بلايص كاملين فيهم الكولا. صافي البنات الطريقه، يعني الفيديو راه شارح راسو براسو، يحاولوا يديكم تكون شويه خفيفه باش حتى هذوك الجوانب ما ينشفوش لكم اللي تراسيتو في الاول. صافي البنات كتخدموا بشويه بشويه، كل بلاصه درتو فيها الكولا كترشوا فيها الكافيار، يعني ماشي ديروا واحد البلاصه طويله وترشوا الكافيار، لا واحد تجلسوا ترشوا الكافيار حيت تكون شفات ليكم. حاولوا انكم تخدموا بجزء بجزء زعما وترشوا الكافيار. صافي البنات كتستمروا بهذه الطريقه، انا حاولت اني نقرب لكم باش يبان لكم يعني الصوره واضحه. يعني بلا ما تقيسوا داك الكافيار بيديكم او لا حتى شي حاجه، راه هو راسو كيشد راسو براسو. صافي كتستمروا بهذه العمليه هذه حتى كتكملوا الدوره كامله ديال البلاطو. ممكن انكم ما ديروش هاد النصف دوائر اللي درت انا، ممكن انكم ديروا دائره يعني غادي عاديه، يعني خط عادي داير هكا دوره، يعني داير دوره عاديه، وممكن انكم ديروهم عاوتاني على شكل مثلثات، يعني كيبقى لكم الاختيار نتوما. بالنسبه للنصف دائره ممكن ديروهم عشوائيا، يعني غير حاولوا انكم نتوما تقادوهم، يعني ماشي مشكل جاتك نصف دائره واحده كبيره واحده صغيره، ولكن يكونوا في العرض كاملين بحال بحال. الا خفتي او لا ما عرفتيش انك تصاوبي نصف دائره، ممكن تاخدي ورقه بيضاء وتطويها او لا تطويها على النص ديال ديك على نص، وتحطيها فوق هذيك، تقطعيها على قد هذيك الجهه اللي عندك في نصف، يعني المرايه النص ديالها تقطعي على ديك الجهه، وتراسي يعني تراسي بحال داك الشكل اللي قلت لك ديال نصف دوائر، وتقطعيهم في ديك الورقه البيضاء، ومن تحليها راه غتعطيك يعني الشكل ديال الصينيه ديالك ومتراسين في هذوك نصف دوائر، وتخدمي عليها الى في حاله ما انك خفتي اولا ما عرفتيش تصاوبيها. ولكن كنظن انها راه واضحه والصوره باينه كيفاش ديري ليها، يعني ما غتاخدش معك شي مجهود كبير.
صافي البنات كتستمروا بهذه الطريقه حتى كتكملوا البلاطو ديالكم كامل. حاولوا انكم فاش تبغوا ترشوا العقيق تكونوا مفرشين شي زيت تحت من البلاطو، يعني تبقاو تدوروا هكا على ديك البلاصه بحال دايره انا لهذاك الغوص. وكان فاش كنبغي نصاوب العقيق راه كان كيجمع ليا كلشي في هذيك البلاصه كيف ما كتشوفوا. انا ساليت الصغيره وصاوبت الموين معاكم هي الاولى، وصاوبت الكبيره حتى هي كملتهم وكاملين لصقت لهم رجلين وخليتهم يشوفوا على خاطر خاطرهم، وانا نرجع معكم للشكل النهائي ان شاء الله. وكما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطوات ديالنا. صراحه كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو كلاس، كيجيو زوينين، كيجيو راقيين وبابسط الاشياء، وكيطلعوا بتكلفه يعني رخيصه عوض اننا نشريوهم باثمنه باهظه. كيف ما كتشوفوا البلاطو الكبير تقريبا انا نعطيكم العبارات اللي فيهم. الكبير انا عندي فيه 40 سنتيم، والثاني اللي هو الموين فيه 30 سنتيم، والصغير فيه 20 ديال السنتيم. كيف ما كتشوفوا كاين الاختلاف ديال 10 سنتيم ما بين كل واحد وواحد. ممكن انكم ديروا اقل، ممكن انكم ديروا اكثر. الصراحه هذا هو الحجم، يعني الحلاوه ديالو هي هذه. ممكن الكبير ديروا فيه يعني المالح، المتوسط ديروا فيه شي كيك ديالكم، الصغير كاع ديروا فيه شي حلوه بلديه او لا شي صواغي صغار. كيف ما كتشوفوا ها الرجيلات ديالنا من بعد ما نشفو مزيان وخدوا الوقت ديالهم باش نشفو، حاولوا النهار اللي غديروا فيه الرجلين ما تصاوبوش فيه الكافيار، يعني ما تنبتوش فيه العقيق حتى الغد ليه باش كيكونوا شدوا مزيان وقبطوا بلاصتهم. كما نقول لكم البنات غنعاود نذكركم الا بغيتوا تاخذوهم كهديه يعني لشي حد في العائله او لا هذه ممكن تاخذوهم، يعني تديوهم لهم كادو، ولا ممكن ديروهم صغيورين على هكا كاع وديروهم في البيت الناس، يعني تحطوا فوق منهم المكياج او الروايح ديالكم، او لا ديروا فوق منهم شي عطر او لا شي حاجه، يعني كيبقى لكم الاختيار ديالكم نتوما. وبهكا البنات غيكون الفيديو ديالنا سهله، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع صحاباتكم مع احبابكم. وتخليوا لي لايك والتعاليق ديالكم زوينه. كنتمنى ان الفيديو يلقاكم بصحه جيده وينتهيو نتوما بصحه جيده ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.